ازاي؟ في ايه يا سماحة؟ في ايه مالك؟ حتى نقرك من نقراها ليه؟ الست واقفة بأدابها ما عملتش حاجة، وبعدين كفاية عليا منير، أنت مش شايفة بيعمل إيه؟ أني يا ذات؟ يا أختي مش أنت اللي قلتي لي إنك لما كنت غضباني وسايبة البيت وطي صوتك رجعتي لقيتي قاعدة مع جوزك؟ أيوة لقيتها قاعدة مع عبده، بس عشان كانت جايبة له عقد الكويت، وأنا اللي فهمت غلط يا ستي. أنا طلعت غلطانة، أنا غلطانة، هعمل إيه؟ خلاص يا ستي مش مهم، انا قلقتني، المهم انت يا اختي انا مقتنعه. لا انا من ناحيتي مقتنع عبده ما عملش حاجه غلط. يا زاد يا زاد ما شفتيهاش بتعمل ايه مع وجدي؟ عملت ايه مع وجدي؟ هتفضلوا واقفين هنا كده كتير وسايبيني لوحدي؟ لا والله ابدا، اصل انا كنت جايبه سميحه عشان تساعدني في الفلوس، بس علشان هي ماشي هساعدها انا بقى. طب سميحه انا صاحب بسافر دول الخليج، سلمي ما بيونش، وخصوص يا ستي بس ما بعرفش اخون جيراني. دي جدعه جدا على فكره والله العظيم، دي مدام سهير ب 100 راجل. خلاص بس خلاص مفيش حاجه، بتصافوا بقى يا سميحه تصافوا. وبعدين انت مالك قلقانه كده ليه؟ هو يلاقي احلى منك؟ ده انت زي القمر. والله بقول لها كده، والله بقول لها كده، هي زي القمر. وهو ايه؟ هو يجي حاجه جنبها؟ انا عارفه. وبعدين كده كده الرجاله اصلا كلهم عينيهم زيك بالظبط كده. انا بعرفك في ايه يا ستي؟ تعملي معايا ايه؟ تعالي بس نساعدها وبعد كده ورا. ايوه ساعدوني زي يعني ساعدوني. يعني مش فاهمه حاجه على فكره. مش مهم يا وليه، مش مهم تفهمي، عايزه تفهمي ايه؟ ما هو موجود موجود، اعملي زيي. يلا تعالي تعالي ساعديني بقى يا سميحه بقى، وصلي على النبي. صلوا على النبي بقى. الصلاه والسلام. صلوا على النبي.